مدسن، ادي شكل الكاميرا اهي زي ما انتم شايفينها. تمام، ادي الحديد الرئيسي اللي انت حاطه، الحديد الرئيسي دوت، ادي العدل وفي المكسح، ادي المكسح وليكن اهو، ادي المكسح. تمام يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين اهو. يبقى انت حاطط الحديد اللي انت حاطه دوت هو الحديد الايه؟ الحديد الرئيسي. الحديد الرئيسي اللي هما كان كام؟ كانت الكاميرا شكلها كده. كان في كام سيخ؟ 9 × 16، قلنا هيتعملوا 5 عدل و4 مكسح. يبقى العدل، يبقى دوت عدل، يبقى دمت 5 × 16، طب ودمت 4 × 16 المكسحين. تمام، دوت الحديد. طب هي الكاميرا ما فيهاش بس غير الحديد الرئيسي ده؟ لا، ده الحديد الرئيسي دوت هيتمسك بالكانات. تمام، يبقى في كانات، في كانات هتمسك الحديد الرئيسي ده. يبقى انت هتحط كانه هنا، ادي شكل الكانه اهي، ادي الكانه زي ما انت شايفينها، ادي الكان، ادي كان، وادي الكانه الثانيه، وادي الكانه الثالثه وليكن، وكانات. طب الكانات ديت هتمسك بتحت الحديد الرئيسي، هتمسك من تحت الحديد الرئيسي. طب من فوق، طب ما هي الكانه ديت ما ينفعش يبقى دي كانه ممسوكه تحت في حديد رئيسي او في حديد وفوق مش ممسوكه في حاجه، ما ينفعش. هتلاقي الكانه عماله تتلخلخ او تروح وتيجي، فلازم ان الكانه من فوق لازم تتمسك بحديد. فالحديد اللي فوق اسمه حديد علقات، حديد ملهوش، بمعنى اصح مش شايل معايا خالص في الاحمال، هو بس فايدته ان هو يتحط عشان ايه؟ اعلق فيه الكانه، فاسمه حديد علقات او حديد ثانوي. حديد ثانوي او حديد علقات. طب انت اصلا اخرك كام؟ هي وانت هتحط هنا 20 سيخ؟ هتحط 10؟ هتحط 5؟ لا، ده هو مش شايل اي احمال، مش شايل اي حاجه، ده هو محطوط بس عشان يمسك الكانه. طب الكانه دوت ليها كورنر اهو وليها كورنر اهو، يبقى على الاقل لازم يكون في سيخ في الكورنر ده وفي سيخ في الكورنر ده. فهنا هتحط لي سيخ زي ما انت شايف، ادي سيخ اهو وادي سيخ في الكورنر دوت. فالحديد ده اسمه حديد ثانوي او حديد علقات. طب هما كام سيخ؟ سيخين. طب قيمته 2 × 12، دايما قيمته 2 × 12 دايما في المثال بتاعتنا. امال قيمته في الطبيعي؟ بيقول لك ان الاريا ستيل داش اللي هي مساحه الحديد الثانوي بتساوي من 10 لـ20% من الحديد الرئيسي اللي هو الاريا ستيل الرئيسي اللي هو الاريا ستيل المين ده. طب الاريا ستيل دوت كان كام؟ 9 × 16. تمام، المفروض تشوف لي 9 × 16 دوت بيعملوا لك اريا ستيل كذا، وليكن هيعملوا 2010. تمام كده؟ مليمتر سكوير. طب قيمه الاريا ستيل ده من 10 لـ20% من الاريا ستيل الرئيسي. تمام، يبقى هتضرب القيمه ديت. عايز تجيب الاريا ستيل داش، يبقى الاريا ستيل داش هتساوي 1/10 وليكن او 20%، خليها في النص، يبقى 15/100 في ال 2010 هتطلع لك بقيمه، ولكن هتطلع لك ب 250. عايز تحولها الى عدد من السياخ، هقسم على فاي 12 وابيع على 4 × 12 تربيع، هتطلع لك 2 × 12. يبقى دايما هتلاقي، او في الغالب يعني غالبيه المسائل، عشان احمال بتاعتنا احمال خفيفه شويه، غالبية المسائل هتلاقي ان الحديد العلقات او الحديد الثانوي دايما كام سيخ؟ سيخين في 12. هما فايدتهم ان الكانة بتتعلق فيهم يا باش مهندسين، وموجودين في منطقة ضغط، موجودين في منطقة ضغط. زي ما قلنا السكشن اللي فات ان المومنت موجود تحت، يبقى هنا في شد، الحديد بيتحط ناحية الشد، الحديد بيتحط ناحية المومنت، يبقى في كذا حاجة كده جنب بعض، الحديد بيتحط ناحية المومنت، طب في مومنت يبقى بتحط ناحية الايه؟ الشد. بس انا حديد الحديد الرئيسي. طب الحديد الثانوي دوت بيبقى محطوط فين؟ في منطقة الضغط، في منطقة الضغط. تمام كده؟ تمام، ولا يقل عن سخين ولا يقل القطر عن فاي 12، فدايما 2 × 12. تمام كده. طب تيجي للكانات، الكانات انت بتفرضها لحد ما اخد التشيك اوف شير او الديزاين الشير. طب الكانات ديت احنا في الغالب هقول هستخدم، ادي المتر وليكن، هقول هستخدم 5 كانات × 10 لكل متر طول، هتستخدم دايما 5 كانات × 10 او 5 × 8 لكل متر طول. دايما استخدم كانت 5 كانات × 8 لكل متر طولي. تمام، طب عايز دلوقتي اشوف المسافه ما بين الكانه والكانه، المفروض المسافه ما بين الكانه والكانه اللي هي ديت هسميها اس، ادي كانه وادي كانه، المسافه دي اسمها اس. طب انت عايز تشوف الاس دي بكام عشان ترسمها على اللوحه عندك. تمام كده. طب بيقول لك ان المسافه ما بين الكانات او اللي هي اسمها الايه؟ الاس. بيقول لك ان الاس اللي هي المسافه ما بين الكانات عباره عن 10، عباره عن 100 سم او 1000 ملي، بحيث حدتنا كلها الملي،
ألف ملي على عدد الكنات. طب ما احنا افترضنا دايما العدد الكنات هفرضهم خمس كنات، يبقى على الألف على الخمسة تطلع لك بمتين الملي. طب لو عايز ارسم على اللوحة الكنات دي بتبان فين؟ بتبان فقط في الاتجاه الطولي. انت بترسم الكاميرا في الاتجاه الطولي، عايز تشوف المسافة ما بين الكنة والكنة دي كام عشان ترسمها، عايز تشوف المسافة ما بين الكنة دي والكنة دي كام عشان ما تيجي ترسم الكنات. فالاس طالعة من الابعاد ب 200 ملي. طب انا هرسم المسافة ديت 200؟ لا، ما احنا قلنا دوت الاتجاه الطولي، فالاتجاه الطولي بسكيل واحد لكام؟ ل 25. سكيل واحد ل 25 يعني بضرب في كام؟ بضرب في 4. طب بضرب في 4 بضرب ايه في 4؟ بتضرب البعد بتاعك بس بتحوله الاول لايه؟ لمتر. يعني 200 الملي اللي هي الاس هتتقسم على 1000 عشان تحولها لمتر، يبقى 200 على 1000 ب 2 من 10، 2 من 10 في كام؟ في 4، يبقى 8 من 10 سنتي. يبقى المسافه ما بين كنه والكنه على اللوحه بتاعتك 8 من 10 سنتي على اللوحه يا باشمهندسين. تمام كده؟ في اي مشكله لحد